صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نقرأ في الصحف أن الأمة الإسلامية بحاجة إلى تجديد الخطاب الديني، فما هو الخطاب الديني المراد وكيف يتم تجديده؟ هذا كلام فارغ وفاضي ولا له قيمة. الخطاب الديني ما يجدد، الخطاب الديني يبقى كما أنزله الله، كما هم يريدون أن لا تقول كافر ولا فاسق ولا مؤمن، إنما الناس سواء، ولا تقول كافر، قل غير مسلم، قل غير مسلم، الغير، ما تقول الكافر، قل الغير الآخر. كلام فاضي فلا قيمة له، ولا يغير خطاب الله وخطاب رسوله. الخطاب الديني هو خطاب الله، خطاب رسوله، كيف يغير؟ نعم.